الأزمة بين القضاة والمحامين تتفاقم. جمعية القضاة تعلن إضرابا لمدة 3 أيام، وعمادة المحامين تقرر وقفة احتجاجية. حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعا طارئا لتباحث الوضع في أوكرانيا بعد تأزم العلاقة مع روسيا. التظاهرات الثقافية داخل الجمهورية تصل إلى الكاف، والصحراء التونسية تستقطب 70 إعلاميا أجنبيا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. الأزمة بين القضاة والمحامين تتواصل على إثر الاعتداء المادي واللفظي الذي تعرض له قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات. القضاة من جهتهم قرروا تعليق العمل لمدة 3 أيام بداية من اليوم. ومن جهته أكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ خلال الجلسة العامة لهيئة المحامين أن نهاية الأزمة بين الطرفين لن تتم بالاعتذار. ودعت الهيئة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء المقبل أمام قصر العدالة وبكافة الفروع الجهوية. على إثر ما سمته الهيئة الوطنية للمحامين هجمة شرسة يتعرض لها السلك الدفاعي من طرف السلك القضائي، دعت الهيئة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام قصر العدالة بتونس وبكافة الفروع الجهوية، مشيرة إلى اعتمادها جميع الأشكال النضالية دفاعا عن هيبة المحاماة وكرامة المحامين حسب ما تقتضيه مجريات الأحداث. عميد المحامين أكد أن الهيئة حاولت تجاوز هذه الأزمة عبر المبادرة بالحوار لإيجاد أرضية توافقية متمسكا بعدم الاعتذار. احنا لا نعتذر عن شيء لم نقم به ولم نقترف. احنا كهيئة وطنية للمحامين لم نقترف أي شيء حتى نعتذر عن أي معطى. قرارات جاءت بعد جملة مقترحات قدمها المحامون لأعضاء الهيئة، ومن أهمها مقاطعة جمعية ونقابة القضاة والتعامل مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي كهيكل وحيد ممثل للقضاء التونسي. اقترحت وسائل نضالية احتجاجية كما المسيرات، كما الوقفات الاحتجاجية، كما مقاطعة بعض القضاة. هناك كذلك مقترحات إجرائية تتعلق بإجراءات معينة في داخل الفضاء القضائي أو العدلي كما مقاطعة البعض أو القيام بشكايات. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكد أن تمسك الطرفين بالتصعيد من شأنه تعميق الأزمة. التصعيد اللي مع الإضرابات وكل ما يخدمش مصلحة لا القضاء لا المحاماة، لابد من تكوين لجنة، لابد من حوار، تكوين لجنة مشتركة لتشخيص الأزمة وأسبابها وكيفية معالجتها. الضم كبار معناها من الطرفين، كبار المهنة من الطرفين ثم الهيك. يبدو أن ترحيل الأزمة إلى الحوار الوطني أصبح أمرا واردا، خاصة بعد انتهاج الطرفين لسياسة التصعيد. الوضع الخلافي والتوتر الحاصل في العلاقة بين القضاة والمحامين يؤدي حتما إلى تساؤل عن تأثير هذه الخلافات على مستقبل عمل مرفق العدالة ومدى تأثير هذه الأزمة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. الأزمة بين المحامين والقضاة هي ضرب لمرفق العدالة ومهدد خطير للانتقال الديمقراطي، هكذا ذهبت أغلب التحليلات في وصف ما يحدث بين مرفقين رئيسيين في منظومة العدل. بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية تحولت إلى قضية رأي عام وتبادل للاتهامات بين المحامين والقضاة، يرجعها العارفون بالشأن القضائي إلى خلافات قديمة أذكت جذوتها هذه الحادثة. وللمتابع لما يحدث الآن التساؤل عن أسباب هذا الخلاف الذي أخذ في الشد والتصعيد مع تمسك كل طرف بوجهة نظره، مع وجود ملفات أشد أهمية كالفصل في قضايا الإرهاب والفساد، وعن الأطراف المستفيدة من هذه القطيعة وأي تأثير لهذا المستجد على بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل مرحلة انتقالية دقيقة من تاريخ تونس يلعب فيها المحامون والقضاة دورا مفصليا في إنجاح منظومة الانتقال الديمقراطي.
فبعد أن كانت معركة الهياكل القضائية موحدة ضد هيمنة السلطة التنفيذية والمطالبة باستقلال مرفق القضاء عن أي سلطة أخرى تكبل قراراته، تحول الأمر إلى معركة قطاعية. خلافات بدأت تتعمق أكثر مع إعلان جمعية القضاة تعليق العمل بمحاكم الجمهورية بداية من يوم غد ولمدة 3 أيام، ودعوة هيئة المحامين إلى وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمحاماة يوم الأربعاء المقبل أمام قصر العدالة والفروع الجهوية، قرارات ستؤثر حتما على مصالح المتقاضين. أطراف عديدة من خارج القطاعين دخلت على الخط لرأب الصدع بين القضاة والمحامين. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اقترح ترحيل الإشكال إلى الحوار الوطني في حال عدم إيجاد حل له، ومبادرة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من المحامين للتوجه إلى القضاة والمحامين انطلاقا من الغد لإقناعهم بضرورة تجاوز الخلاف خدمة لصلابة الهيكل القضائي ووحدته. ويبقى دور العقلاء في القطاعين محوريا من أجل مصالحة ستمكن حتما من مواصلة إصلاح المرفق القضائي حتى يتحقق العدل أساس العمران. احتفلت مدينة قصر هلال أمس بالذكرى 8 لمؤتمر 2 مارس سنة 1934 تحت شعار الحركة الوطنية 80 سنة ورسالة متواصلة. وقد احتضنت دار عياد بالجهة مراسم الاحتفال التي تم خلالها تكريم أبناء مناضلي المؤتمر، هذا المؤتمر الذي كان موعدا هاما ومفصليا في تاريخ الحركة الوطنية. وقد شارك في هذا الاحتفال ثلة من المؤرخين والشخصيات الوطنية، كما انتظمت بالمناسبة تظاهرات ثقافية وسياسية بالجهة. في موضوع آخر الآن، تواجه مشاريع الطرقات السيارة صعوبات تحول دون تقدم إنجاز الأشغال بنسق عادي، ويقدر طول الطرقات السيارة التي هي في طور الإنجاز ب 385 كيلومترا وبتكلفة قدرت ب 2250 مليون دينار. عدة صعوبات تعيق تقدم إنجاز الطرقات السيارة، خاصة الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وجابس وطريق السيارة الرابطة بين مدنين ورأس جدير. صعوبات عقارية وأخرى مالية تعترض عمل المقاولات التي عهد إليها إنجاز هذه المشاريع. مشاكل تتمحور في مشاكل عقارية بالأساس، ثم مشاكل مالية وصعوبات مالية لبعض المقاولات في بعض أجزاء معناها مسار متاع طرق السيارة، ثم بعض المشاكل تتمحور في أن عدم استكمال استخلاص ولا خلاص بعض المنتفعين في الأراضي متاعهم لطول الإجراءات. عندهم زادة كيف مشاكل أمنية الواقع، خاصة في 2011 اليوم قلت معناها الوطأة شوية، مسألة معناها بعض التعديات اللي لحقت بالآليات بتاعهم. ولمعالجة هذه المشاكل قامت وزارة التجهيز بتكوين لجان جهوية لمتابعة هذه الإشكاليات. بعث اللجان الجهوية بالولاية حتى نتمكن مع تفعيلها بصفة معناها نقول لك أنا تكون يومية مع ممثلي معناها شركة تونس طرقات السيارة ومع سيد الوالي في معناها التجاوب مع المواطنين والسماع لبعض الإشكاليات. بعد ما استصدرنا أمر الانتزاع بالنسبة للناس اللي ما وفقتش على إسناد معناها أراضيها، بطبيعة الحال اليوم طبقا ما ينص عليه القانون التجأنا إلى القضاء لاستصدار أحكام حوزية مكن الإدارة من التحوز بالأراضي والشروع في الأشغال. كما أكد ممثل وزارة التجهيز ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الأطراف مع دعم المجتمع المدني لإنجاز هذه المشاريع. أحداث العنف تتواصل في ليبيا، حيث قتل مواطن مصري ومهندس فرنسي وجرح آخرون على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي شرق ليبيا. وحسب مصدر أمني فإن الرجل الفرنسي كان يعمل في شركة مكلفة بتطوير أحد المستشفيات المحلية. وفي العاصمة طرابلس أصيب 3 من أعضاء المؤتمر الوطني العام بجروح متفاوتة الخطورة بعد أن اقتحم عدد من المتظاهرين مقر المؤتمر. وتستمر الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، حيث استشهد فلسطيني على يد مستوطن يهودي شمال رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في الخليل ونابلس بالضفة الغربية المحتلة،
تقرير منظمة التحرير الفلسطينية حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر فبراير الماضي كشف أن عناصر الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين واعتقلت نحو 400 آخرين الشهر الماضي. تعهد رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب بفرض الأمن ومواجهة ما سماه بالإرهاب مطلبا في الآن ذاته المصريين وطالب المصريين بالعمل ووقف الإضرابات والاعتصامات. وكانت حكومة محلب أدت اليمين الدستورية يوم السبت الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي الأسبوع الماضي تحت تأثير إضرابات عمالية. وفي أوكرانيا على إثر توتر الأوضاع في البلاد عقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا لتباحث الوضع بعد تأزم العلاقة مع روسيا حول شبه جزيرة القرم. ورئيس الأمريكي يقول إن روسيا تنتهك القانون الدولي ويدعو إلى التعامل بشكل سلمي. عقد حلف شمال الأطلسي اليوم اجتماعا طارئا لبحث الأزمة المستفحلة في شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعدما قررت روسيا إرسال قوات إلى هناك. جاء هذا بعدما دعا وزير الخارجية الأوكراني الحلف الأطلسي إلى بحث كافة الإمكانيات لحماية وحدة أراضي بلاده. وتشهد العلاقة الروسية الأوكرانية توترا متزايدا منذ إطاحة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الموجود حاليا في روسيا. ويظهر هذا التوتر بشكل جلي في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية من المنحدرين من أصول روسية، وتوجد بها قاعدة عسكرية روسية هي مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود. وتأهبت أوكرانيا للحرب واستدعت قوات الاحتياط بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. ودعا القائم بأعمال الرئيس الأوكراني زعماء العالم لاتخاذ خطوات حقيقية لمساعدة أوكرانيا قائلا إنها على شفا كارثة وأن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة إعلان حرب. من جانبه دعا البرلمان الأوكراني إلى نشر مراقبين دوليين للمساعدة في حماية محطاتها للطاقة النووية مع تصاعد التوتر مع روسيا. ردود أفعال دولية أفرزتها الأحداث في أوكرانيا، فقد أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره الروسي أن روسيا تنتهك القانون الدولي، وشدد على أن الوسيلة المناسبة هي التعامل بشكل سلمي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إعادة فورية للهدوء والحوار المباشر. في المقابل اعتبر بوتين أن موسكو تحتفظ بالحق في حماية مصالحها، مشددا على وجود تهديدات حقيقية لحياة وصحة المواطنين الروس في الأراضي الأوكرانية. إلى أعماق الصحراء التونسية الآن، حيث يؤدي أكثر من 70 إعلاميا من جنسية أوروبية مختلفة زيارة إلى الجنوب التونسي نظمها الديوان الوطني للسياحة التونسية، وتهدف إلى دعم القطاع السياحي وخاصة الترويج للسياحة الصحراوية. أجواء هذه الزيارة في التقرير التالي. سحر المكان وروعة الموسيقى على سفح جبل تنبيين في عمق الصحراء من ولاية قبلي. كان الوفد الصحفي على موعد جديد من سحر الطبيعة المتنوع الذي يمتاز به الجنوب التونسي. قضوا ليلتهم في الخيام وبين الكثبان الرملية، أكلة تقليدية أعدت للغرض مع سهرة فلكية بامتياز. وعبر الوفد الصحفي عن أعجابهم وارتياحهم. هي زيارتنا الأولى لتونس، حظينا باستقبال الرائع واكتشفنا أماكن ومناظر خلابة. نحن سعداء وسننقل هذه الصور الجميلة إلى مشاهدينا في باريس وفرنسا عموما. يبدو جليا أن تونس لديها أكثر من الشمس والبحر والشواطئ، لديها أيضا هذه المناطق الجميلة. كانت فرصة طيبة زيارتنا إلى تونس والتعرف على الناس هنا. وقت اللي احنا نوصلوا للعالم الآخر هالثقة المتبادلة بين احنا، لأنها متواصلة احنا الإعلاميين بيننا بين الآخرين، نقول لهم راهي فما ثقة، راهي فما مصداقية، راهي فما آفاق أخرى سياحية، راهو فما تجديد أيضا في السياحة، وراهو فما خاصة الأمن اللي نجموا نحسوه. في أجواء جد إيجابية انتهت رحلة الوفد الإعلامي المتمثل من 13 دولة أوروبية، زيارة قد تسهم في فك عزلة صحرائنا التونسية وتعيدها إلى مدارها الصحيح وبريقها العالمي. وهذه رحلة مع عرض عيون ريتا المذهلة للفنان أنور إبراهيم في موسيقى سافر معها جمهور مهرجان الكاف للقاءات الثقافية إلى عالم مليء بالأسرار، فلنكتشفه معا.
بعد غياب عن الساحة الوطنية لمدة قاربت الأربع سنوات، عاد الفنان أنور إبراهيم إلى الركح من خلال هذا العرض الذي احتضنه مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف. القاعة معبي أكثر من 600 معناها شخص يتابع العرض، هذا عرض كبير استثنائي تاريخي حسب رأينا في جهة الكاف. وأمام شبابيك مغلقة استمتع الجمهور الحاضر من الكاف ومن عدد من الجهات وحتى من جنسيات أجنبية بعرض عيون ريتا المذهلة، آخر إنتاجات الفنان أنور إبراهيم. على الكيف على الكيف استمتعتوا بفريمون لحن وموسيقى وجو مانيفيك. إنه عرض رائع جدا من بدايته إلى نهايته، أعجبت به كثيرا. الحاجة الرائعة يسر اللي هي نوع الجمهور، معناها من عشك أنتم حسيتوا كان فما une grande tendresse dans la salle، معناها بين الفنان وبين الجمهور فما تعطش. ياك تشوف العباد معناها متعطشة وكذا وتحب تشوف أشياء جديدة، لذلك ماذا بينا نلقاو فرص باش نمارسوا نوع من الثقافة الباهية. نجاح تنظيمي وتفاعل جماهيري مع هذا العرض الذي امتد قرابة ساعة ونصف، تفاعل لم يخفي الفنان أنور إبراهيم وقعه الكبير. بالنسبة لي أنا كان أن تري بون مومون، يعني عشته حقيقة، جيت تري توشي بار لو، وما كنتش ننتظر الرياكسيون هذه نتاع الببليك. العرض الذي انتظم في إطار الشراكة بين مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وإحدى الفضاءات الثقافية الخاصة يأتي في إطار افتتاح اللقاءات الثقافية بالجهة، والتي تختتم بتظاهرة 24 ساعة مسرح. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. الأزمة بين القضاة والمحامين تتفاقم، جمعية القضاة تعلن إضرابا لمدة 3 أيام، وعمادة المحامين تقرر وقفة احتجاجية. حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعا طارئا لتباحث الوضع في أوكرانيا بعد تأزم العلاقة مع روسيا. التظاهرات الثقافية داخل الجمهورية تصل إلى الكاف، والصحراء التونسية تستقطب 70 إعلاميا أجنبيا. ختام النشرة، وشكرا على المتابعة والاهتمام.